في أولى أيام إعادة تشغيل حركة قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إجراءات وقائية اتبعها المواطنون كارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل حفاظا على سلامتهم ضد فيروس كورونا. أنا النهاردة جيت عشان أطمن الإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية اللي احنا بنعملها لحماية جمهورنا. من أول ما بنتأكد إن هو معاه كمامة أو لو ما معهوش كمامة بنوجهه لشباك التذاكر يروح ياخد مع التذكرة بياخد كمامة علشان ما يركبش واحد المترو أو السكة الحديد من غير كمامة. الوضع لم يختلف كثيرا هنا في محطات مترو الأنفاق، فهنا استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات، وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس. القرار في مصلحة المواطن جدا، ولازم احنا نفسنا اللي يبقى عندنا وعي بحاجه زي كده، لازم احنا نساعد الحكومه ان هي تطبق الاقرارات ديت. فعلا انا النهارده جيت اركب الصبح، السواق فعلا ما رضاش يركبنا من غير الكمامه. الفتره الاخيره لما اعلنوا ان في الاسبوعين اللي جايين دول يعني بتبقى الفيروس في ذروته دلوقتي، يعني في ذروه نشاطه دلوقتي، فالناس بدات تخاف جدا. يعني وجدت في محطه طنطا تاكيد على دخول الناس كلها لابسين ماسكات، كمان على المحطة الناس كلها ملتزمة بارتداء الماسك، وفي القطر اللي احنا جايين فيه كل النسبة مش أقل من 95% لابسين ماسكات. شايف ده بداية مشجعة وبداية قوية من هيئة السكة الحديد في نشر هذه الثقافة، وبالتالي في ده بيمثل تحدي للشعب المصري، وإن شاء الله احنا هنتجاوز هذه الأزمة. حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، اتخذت وزارة النقل كافة الاحتياطات لمواجهة فيروس كورونا في المحطات والقطارات، وكذا تقديم كافة التدابير اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية والمترو.